الاول اتشرف بحضرتك. انا عمر عبد الهادي سيلز مانجر شركه المصريه، المصريه جروب. تمام، عاوز اعرف مواقع المصريه جروب فين بالظبط؟ احنا عندنا في حدائق اكتوبر، وعندنا في بدر، وعندنا مجموعه مشاريع في المعادي وفي الهضبه الوسطى. تمام، الوحدات عباره عن ايه؟ وحدات يعني غالبيتها شقق ودوبلكسات، ما عندناش فيلا خالص. تمام، والمساحات؟ المساحات بتبدا من اول 85 متر وبتوصل لحد دوبلكسات 340 متر. الاسعار؟ الاسعار برضو بتبدا على حسب سعر المتر او سعر اليونت، عندنا يونتس من اول 270 وبتوصل تعدي لحد 1.5 مليون. يعني عند حضرتك شقه ب 270,000؟ اه بالظبط. دي نص تشطيب ولا تشطيب؟ نص تشطيب بمحاره وحلوق، وبتستلمها فوري كمان، تدفع المبلغ ده وتستلمها فوري. طب ده كلام عظيم. اه، وعندنا تمويل عقاري كمان بيوصل لحد 20 سنه. تمام. دي مساحتها قد ايه الشقه اللي 270,000؟ بتبدا من 85 متر لحد 105 متر. يعني شقه 105 متر ب 270,000؟ بالظبط. طب هو يعني العقارات اسعارها نزلت ولا السوق اتضرب ولا ايه اللي حصل يعني؟ لا ابدا، هو يعني الموضوع بيرجع ان احنا بانيين امتى، احنا مشروعاتنا كلها خلصانه وساكنه، فاحنا بانيين بالاسعار اللي هي ما كانتش وصلت بعد الديفالويشن وبعد اللي حصل في الدولار واللي حصل في الحديد والاسمنت برضه، فاحنا بانيين في التوقيت ده، بانيين من اول 2007 2008، زائد ان احنا كمان اللوكيشنز بتاعتنا كنا واخدين الاراضي باسعار قليله، ولما جينا سعرناها بعد كده مع مواد البناء الموضوع ما خلانا نقدر نسعر تسعير حقيقي الى حد كبير، ما دخلش فيه انفليشن او تضخم. الف شكر لحضرتك.